القبر أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. السلام عليكم وشلونكم خوتي لاباس في الجزائر وقطر العالم. اليوم راكم معنا بشوفاش كي العادة كومباستيون مع لاشوديار اللي درنا عليها غير كيما تانيك لافوت اف 1. اليوم رانا نديرو اف 3 لاشوديار دي جلووم فريكسيكون سي اكس. انا راح نديرو لافوت اف 3 هادي. اف 3 هادي نعرفو علاش جينا الاف 3 هادي وكي جينا واش لازم نديرو باش نصيبو للبروبليم تاعنا الاف 3. كما تعلموا لاشوديار كي نشعلوها الحاجه الاولى اللي تبدا هي لا بومب هذه الحاجه الاولى اللي تبدا في لاشوديار. انت غير تشعل لاشوديار تشعل الترموستا تاعك تزيد في الديمونت تاع الشوفر سونترال لا بومب هي الاولى اللي تدور تفتح الماء سخون لا بومب هي الاولى اللي تدور. وباش نعلمكم لا بومب غير الدور فراك سيكوند لافونتوس تاعنا تبدا لافونتوس تاعنا تبدا وتشعل. يعني لا بومب تبدا هي الاولى تجوز على ديبيستا يقولها اوكي كاين الماء راهي في الحاله سيركولي بيان تبعت سينيال لاكارت مان لاكارت مان تبعت سينيال لافونتوس تاعي باش تشعل. يعني باش تشعل البريلر تاعي النار في غرفة الاحتراق. دوك الاف 3 هادية اللي رانا رايحين نديروها نحي واحد الخيط ونفتحو العين تاعنا ما سخون اوتوماتيكمون عندي غير لابومب اللي راهي تمشي لابومب تاعي اللي راهي تمشي ونستناو ونشوفو لافورت اللي رايحة تجينا هنايا. يعني لافورت اللي رايحة تعطينا بعد ما نحينا الخيط هذا تاع لافونتوز. انا نستناو نشوفو لافورت اللي رايحة تجي واش لافورت رايحة تمدلنا. باش نعلمكم هذا 42 هادي سي لا طومبيراتور تاعي لي ديموندي تاع في الماء سخون. نحب نزيدلها مي نشوفو لافوت هادي واش رايحة تبدلنا كي نحيد هي راهي تسيي هنا لاشوديار راهي تحاول ديماري هاديك اف 3 فوالا جاتنا لافوت اف 3 نغلق الروبيني تاعي وعندنا لافوت اف 3. اف 3 هذه خاطرش ديموندي نحيت الخيط هذا نحيته من لافونتوس تاعي كيما راكم تشوفوا نحيت الخيط من لافونتوس. الخيوط هذوما واش فيهم يعني الخيوط هذو واش فيهم الخيوط هادي واش فيهم كاين واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة كاين خمس خيوط. الخيوط هادي واش يديرو حاجة الأولى يبعتو الكورون لافونتوس تاعي باش ديماري. لازم تعرف لي فونتوس كاع ماشي كاع يمشو 230 كاين لي يمشو لو فولتاج تسمى فولت كونسيير 24 كاين لي يمشي بدوز تسمى حساب الشركة كيفاش خدمتهم. قلنا هاد الخيوط هادو تبعت الكورون لافونتوس تاعي وكذلك تريغلي لافيتاس تاع لافونتوس يعني هي اللي دير لها لافيتاس تاعها سبيد خاطرش هادي يقولون بريميكس بان يعني لافونتوس تاعي تجبد الغاز وتجبد الهواء وتدفعو غرفة الاحتراق. لكن اسكو لافيتاس تاع لافونتوس كي تكون درجة الحرارة 30 درجة ولا 70 درجة تكون كيف كيف لا لا ديموند تاعك ديموندي 70 درجة وكانت لاشوديار طافية لافونتوس تكون ماكسيموم باش تشعل الافلام هذيك بيرن في البيرن في البريلر تاعي تشعلو وتمشي 70 100%
باش تلحق هذاك 70 نهار تبدا تلحق ال 70 درجه تبدا ديغرادي تبدا تنقص تنقص في لافيتاس تاعها حتى روبيني دو غاز يبدا ينقص في الغاز ديالو ولو برينيكس بانا تجبد الغاز تجبد الهواء الدفع لكن عندها كونترول دو فيتاس الكونترول دو فيتاس هذا جا في الخيوط هادو تاني قلنا الخيوط هادو يجيبوا الكورون تريسيتي ويديروا كونترول دو فيتاس حساب لا ديموند تاع لا شورت تاعنا هنا واش حبينا اسمعوا المهم هاد الخيوط هادوما اكو تشوفوا لا فونتوس تاعنا راهي تمشي ما خصها ما بها والو نحينا بك الخيوط بصح عطات هنا اف 3 وشنو تسمى اف 3 يجي من لا فونتوس تاعنا كي تكون ما تمشيش يعني مخصرة نفيريفيو تريسيتي نفيريفيو الفولتج تاعنا الفولت تاعنا ونبلاصيو الداخل لكن الفرفرة تاعنا ما تمشيش تعطينا اف 3 افترو تعطينا لو كان هذه ما راهيش داخله مليح ثم بالك تجي تخدم خدمه تنحي شونج تنحي هذه ومن بعد تقيس الخيط هذا تقيس لافيش هذه سون فير اتونسيون لافيش تخرج شويه تولي ما تولي تولي شغل ماشي لاصقه مليح تقيس تعطيك افترو كذلك الخيط هذا كي تبعو الخيط هذا كي نتبعو يروح يروح لهنايا لا لا الوسمو لا 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 كارت ميموار لا كونيكسيون تاع لا كارت ميموار تاعنا لا كارت ماب لا كارت ماب ماشي لا كارت ميموار لا كارت ماب يروح لا كارت ماب لا كونيكسيون في الكارت ماب ديالنا كي نتبعوها قولوا مثال نفتحوا لا كارت ماب باش نزيدو نبينو مليح فوالا لا كارت مير تاعي هنايا هاي هنا كي نتبعو الخيوط هادوما هاد الخيوط هادوما انا كنت شكو فيهم نتبعوهم ونحطو بيهم كي نحطو بيهم هم جايين هنايا هم هنا هم جايين في هاد لافيش هادي لافيش هادي الا ما كانش تانيك داخله في لاكارت مير تاعنا تانيك تعطينا الاف 3 علاش فراش داخله وكذلك وكذلك الخيوط تاعنا هادو نفيريفي الخيوط هادو اسكو تحرقوا اسكو الخيوط تاعي تحرقوا ما تحرقوش قبل ما ناكيزيو لافونتوس خاطر لافونتوس غاليه بصح باش تبدل الخيط راهي رخيصه واش نديرو نفيريفيو الخيوط تاعنا هادوما نفيريفيهم من هنايا نفيريفي كلش نجيو لهنايا عندنا هنا نفيريفي الفولت تاعي لي لاكارت مير لي دومونديس نحوس على ستيلو تاعي تاع هنايا قلنا هذا تاع تريسيتي بصح هنا ماروش دارني علاش كي نفتح الماء سخون بيان سور تكون اون دوموند اصلا يديرو لو ديماراج تاع الاف 3 فوالا دونك هنايا نشوفو اسكو لا كارت مير تاعي تبعت ان كورون لا فونتوز ولا لا لا نستناو بالك هادي ما تربطش الكورون هذاك الكورون هذاك صغير هاد الكورون هذا صغير ما تربطوش بصح دوك نديرو ان تيست بالدي سي دوك نوريكم ندير كوم ندير ان تيست ولا فوالا تري بيان طيبين دونك نهضرو غير بشوية نعاود ندير ان تيست ونروحو غير بشوية بون لو كان الكاميرا تجي لهنايا
باش نوريكم حاجة في لافونتوز باش نزيد نفهمكم مليح. هنا لو كان تشوفوا الفولت تاع الكاميرا 22 دي سي، هاي محطوطة هنايا، هاي ليك نشوفوها هنا 22 دي سي. سي بون شفتوها صحيتو. نعرف باللي الكورون اللي يروح لافونتوز لازم يكون 22 دي سي. حنا نديروها كيما راكم تشوفوا هنايا في الدي سي، هاي هنا باش تشوفوا. واش راح ندير دوك انا؟ راح نقيس الكورون اللي رايح لافونتوز تاعي. علاش لونكات اللي نديرها الاف 3 صافي با دير ديريكتومون لافونتوز، لازم نشوف التريسيتي اسكو راهي تخرج من لاكارت مال. نجي لهنايا نقيس الكورون تاعي، عطاتني 22 ديسي، هاي ليك كيما راكو تشوفوا فيها. ها نحي تروح، نعاود ندخل 22 ديسي. طري بيان دونك هنايا، هنايا في هاد الزوج هادوما واش راح تعطينا؟ راكو تشوفوا زيرو، مي كيش عندي لا دوموند. شوفوا كيفاش هاي مدت لي 22. هنا علاش لا فيتاس تاعي تاع لا فونتوز راهي 100% 100%. كي ديماري اي دوك، اي دوك تبدل في لا فيتاس. بون حبست، نعاود ندير الخيط تاعي اسمحوا لي. فوالا 22. دونك لافونتوز تاعي هنا لا شوندير تاعي ديموندات لافونتوز ديموندتها 100%. فيريفينا لا فيتاس، ماكاش لا فيتاس خاطش ما باريش تمشي لافونتير لافونتوز تاعي. مي فيريفينا لي دو في الاولين لاليمونطاسيون، لاليمونطاسيون تاع لاليمونطاسيون تاع تاع لافونتوز من لاكارت مال عطاتنا 22، وشفنا لافونتوز تاعنا باللي فيها 22. تسمى واش نقول لافونتوز هذه شحال تسحق؟ 22. اوكي لازم تكون عندي انا ليمونطاسيون 22 لافونتوز باش تشعل. وزدنا فيريفينا هذوك الزوج خيوط اللي ملهيه تاع لا فيتاس، لقيناها باللي نعم غير تشعل لا شوندير لافونتوز تاعي تروح 100%. تسمى لقينا 22 دي سي فولت دي سي، تسمى رانا ملاح. تسمى انا واش نقول الخيوط تاعي انا خارج من لاكارت مال ماشي مقطعين، وعندي 22 في لاليمونطاسيون. ال 22 المضروب اللي هنا 22، تسمى انا الخيوط تاعي ولاكارت مال تاعي من لاكارت مال حتى لهنا راهي مليحه. ونقول انا سيبا دونك نروح نفيريفيو لافونتوز تاعي اسكو بويسك الخيوط. حنا خلاص صبنا البروبليم، حنا إذا كانت اف 3 والخيوط هادو لاكارت مال تبعت الفول الفولت وهذه باش تمشي اوتوماتيكمون لافونتوز راحت. مين بصح كاين عفايس لازم تعرفوهم، تقدر تكون لا فيتاس تاع لافونتوز ماشي مليحه، تسمى لا فيتاس تاع لافونتوز ما راهيش تمشي مليح، تمدلك اف 3 تانيك اوتوماتيكمون. هنايا لا فيتاس هذه لازم تفيريفيو اسكو لاكارت مال ما راهيش تمد لا فيتاس مليح ولا لافونتوز راحت. باش نعرفوا هذا الشيء ديريكتومون نروحو نفيريفيو لافونتوز. الى شفتو من قبل قلنا كاين زوج خيوط هنا تاع لاليمونطاسيون، زوج خيوط هادي تروح هكذايا تروح هكا، هاد زوج خيوط تاع لاليمونطاسيون الزرق والصفا 22 ديريكتومون، وهذا تاع لا فيتاس 22 ديريكتومون. حنا كي نحطو هذه هنايا ندخلوها هنا في لافيش تاعها، الخيوط تاعنا راهم هنا نتبعوهم هنا. نحيو لافيش هادي، نحيو لافيش هادي، قلنا كاين الابيض والاحمر وكاين الاصفر والازرق. الابيض والاحمر هاوليك والاصفر
الابيض والاحمر هاوليك والاصفر والازرق هاوليك. نديروا البيض والاحمر لابوبين، الابيض الاحمر هنا والابيض هنايا، ثم هذا وهذا، نشوفوا لا ريزيستونس تاعهم تاع البيض والاحمر. نروحوا للاحمر هنايا نديروا هكذا، والبيض والنراح او من تحت الاحمر هنا، ونجو هذا لهنا. Voilà. Quelle continuité? La bobine taille. La bobine taille. Rahitimchi. La bobine taille. Rahitimchi. La bobine taille. Machim haruka. La ventouse taille. Marahish. Mahruka. Hana araft billi la ventouse machim. Lakin ida. Jet sah. L'F3. Soit. Sebo. Billi. الخيوط هادو مقطعين، لافيش هادي ماشي راكبه مليح، ما تلقاوهاش محطوطه بيان، ماشي بلاصيه مليح. سوا لافيش هادي تلقاوها منحيه ماشي محطوطه مليح، سوا الخيوط مقطعين ولا محروقين، سوا لافيتاس تاع لافونتوس ما راهيش دي لا فيتاس مليح، راهي فولتي فولتي في لا فيتاس، ولا لا فونتوس تاعي راحت لازم تتبدل. هذا هو الكوديرور اف 3. بارك الله فيكم خوتي، وان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الدرس ونكونوا استفدنا منكم. يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم، ورمضان مبارك كذلك، والدعاء في العشر الاواخر هذو الاخرين. يعطيكم الصحه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.